كي يبقى هذا الشاطئ ملاذا للمواطنين احتشدوا قربه ضمن حملة أنقذ كفر عبيدة احتجاجا على مشروع أقرته الحكومة، معتبرين أنه يهدد الحياة البحرية ويمنع الناس من الوصول إلى الشاطئ. هذا المشروع يقضي باستخدام 37,000 متر مربع من الشاطئ، بالإضافة إلى استصلاح 4,000 متر مربع من مياه البحر لإنشاء منتجع خاص وناد لليخوت بطول الشاطئ. في ردم 4,000 متر بحر، هالردم ال 4,000 متر بيأثر على هالصخور، هالصخور قليل وجودها بمنطقة بالبحر الأبيض المتوسط وإلها أهمية بالتنوع البيولوجي، وإذا انردم قدامها أو عليها بيصير في تأثير كتير سلبي على حياة الثروة السمكية والثروة البحرية. نحن بدنا نقدم فرد دوسيه قضائي على مجلس الشورى الدولة لحتى نلغي المرسوم رقم 955 اللي مضي عليه مجلس الوزراء اللي بيسمح من خلاله لهيدي الشركة باستعمال هيدا الشط. نحن متوجه للوزراء اللبنانية لمجلس الوزراء بالتحديد انه يتراجع عن هيدا القرار. بي وقت اللي مات وصانا ارضكم وعرضكم، عملنا العرض مثل الارض، نحن دمنا ضحيناه لكفر عبيدة، أولادنا قتلت كرمال كفر عبيدة كرمال أرضنا، مش تيجي واحد من برا يستولي علينا ويكحتنا من أرضنا. كفر عبيدة باش عندها شط لولادها تتسبح فيه، هيدا هويتي أكثر من بيرسونال، هيدا أنا. يعني إذا بمسوا بشط كفر عبيدة عم بمسوا فيي، إذا بكسروا صخور كفر عبيدة كانوا عم يكسروا لي إيدي ولا إجري. ولأنها واحدة من أفضل المناطق للغوص وفيها أنظف مياه، يصر المواطنون على رفضهم لهذا المشروع، فهي المتنفس النظيف الوحيد بين النفايات المحيطة.